في العالم بيعيشوا تجارب مختلفة خاصة في حياتهم، وما فيش أي امرأة ما تعرضتش لنوع من أنواع الضغوطات ولا تغير مسار الحياة المختلفة، لكن الكثير من هؤلاء النساء انزاحوا على جنب وجلسوا في مكان خاص فيهم وأثروا أنهم يكملوا حياتهم بالطريقة التقليدية العادية، إما تأثراً بكلام الناس، تأثراً بانتقادات الأهل، الجيران، الأصدقاء، وليش سويتي كذا وليش اشتغلتي كذا وليش فتشتي وليش تنقبتي وليش سافرتي وليش رجعتي، ومشاكل كثيرة وانتقادات أكثر، وما فيش تركيز على الهدف الأساسي الموجود لكل امرأة وهو إنها خرجت للعمل. في السابق كان خروج المرأة للعمل بسبب إنها حابة تثبت ذاتها، حابة تأكد إن المرأة اليمنية قادرة على أنها تعمل في مجالات مختلفة جداً، وقادرة كمان على أنها تشق طريق العمل والدراسة والتنسيق في أمور الحياة والبيت، خصوصاً لو كانت متزوجة. حالياً ومع الظروف المختلفة أصبحت المرأة اليمنية قادرة على العمل لأجل إثبات الذات وكمان لأجل استقرار حياتها الاقتصادية، كونها بتعاني من مشاكل كثيرة خصوصاً في ظل تردي ظروف البلاد الحالية. المرأة اليمنية حاولت قدر المستطاع إنها تسيب كل هذه السلبيات وتأخذ الإيجابيات فقط، وأحياناً بيقولوا الكلام اللي يطلع من الأذن الأولى تطلعه من الأذن الثانية. في نساء ما تخلوش الكلام يدخل الأذن نفسها عشان يدخل ويخرج، لا، الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح. أشياء كثيرة تحاول المرأة كمان إنها تثبتها، وأحياناً بتلاقي معوقات من الأهل أو من شريك الحياة أو من الجيران أو وأحياناً كثيرة بتلاقي من يوقف معاها ويدعمها ويأزرها ويكون معها سند حقيقي تستطيع أن تتكئ عليه عشان تسند ظهرها في وقت من الأوقات. كل هذه القصص وهذه القضايا وهذه المشاريع والمبادرات تؤكد دائماً أن المرأة أكثر من كونها نصف المجتمع. زمان وأيام استقرار الأوضاع كانت نصف المجتمع، أعتقد الآن أنها أصبحت أكثر من نصف المجتمع، وهذا ليس اعتقادي أنا فقط وإنما هو اعتقاد الكثيرين الذين قابلناهم وسترونهم معنا وستشاهدونهم في حلقتنا هذه من بين الناس فقط على شاشة قناة السعيدة. ومرحبا بكم وسلام الله عليكم من بداية الترحيب. بداية حكايتنا في حلقة اليوم، الحكاية اللي قلنا أنها تحتوي على العديد من التجارب المختلفة اللي أثبتتها بكونها امرأة يمنية، ومش امرأة يمنية عادية، لا، وإنما كانت امرأة يمنية متميزة وحازت على العديد والعديد من إعجاب الناس وتشجيعهم، وكمان كان لها صيت رائع في المجتمع. فيروز، إحنا سعداء إن إحنا موجودين معك اليوم، ولنا الشرف في برنامج بين الناس إن إحنا نستضيفك. أنا أسعد حبيبتي مايا، وحياكم الله لبيتي المتواضع وأسرتي الصغيرة، وأتشرف أن قناة السعيدة زارتني في البيت. ما شاء الله، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، تقولي صغيرة. هذا عدك جزء، باقي ما شاء الله متفرعين. الله يعطيك العافية يا رب. فيروز، كلمينا عليك وعن أسرتك وبعدين إحنا حنتعرف عليهم، بس بالبداية تبدأي تكلمينا عن حياتك، بداياتك، أعمالك، توجهك في الحياة، كيف بدأتي في صنع اسم خاص فيكي؟ طبعا بتكلم اول حاجه عن نفسي، انا فيروز احمد من مولد العدين اب، ولكن تربيت في تعز طول حياتي، وتزوجت انا من ضحايا الزواج المبكر. طبعا كم كان عمرك؟ لانه ما شاء الله انا وانا داخله بيقولوا لي هذه بنتها وهذا حفيدها، فانا ما استوعبتش الفكره، فقلنا نوثق راسها. شوفي، انا تزوجت عمري 13 سنه، يعني عندنا كنت لسه ايوه صغيره جدا. تزوجت وبعدين كنت ادرس، كنت متميزين جدا في المدرسة من الشطار، ووقفت أول ما حملت قلت لا خلاص الآن حقوق عيالي، فقلت وقفت الدراسة وظلت 11 سنة وأنا ربيت بيت أربي عيالي لحد ما كان الصغير دخل الروضة،
فانا كنت دائما الهاجس في قلبي ليش صحباتي كملوا الدراسه، ليش طلعوا، ليش تثقفوا كذا، وليش. وطبعا طول فتره حق 11 سنه هذيك وانا اقرا اطلع، كانت مكتبتي زاخره بالكتب، ودائما في حياتي اني اشياء اكون حاجه بالمجتمع هذا، مش حاجه تكون بسيطه. صح اني ربيت اولادي صراحه ولاني عملت في بيتي، لكن افكر دائما ايش اشياء اكون في حياتي. فبعد 11 سنه قلت لك قد كنت صف اول ثانوي، رجعت درست ثاني ثانوي. كم قد كان معك يا اولاد؟ الثلاثة، شيماء ما شاء الله ثلاثة، احمد كان اصغر واحد، ما درستش انا، ما رحت ادرس الا بعد ما ابني قد تمهيدي، اصغر واحد تمهيدي، يعني شوفي قد الثلاثة درستهم، قد بنتي كان تقريبا صف تاسع، رحت درست من جديد صف ثاني ثانوي، تخيلي. فكان صدقي ايش كانت المشكلة عندي؟ الزي، كنت استحي بس الزي، وانا ام محمد يعني، بس كنت اقول ما يهمنيش راي الناس، ما يهمنيش ايش بيضحكوا عليا، ما يهمنيش اني عامله حاجه صح مش عامله حاجه غلط. درست باجتهاد وبعشق للدراسه، وما كانش صعبه عليا لاني كنت مطلعه على الكتب وعلى هذا، فكانت مش اني حاجه مش نميح. فدرست ثاني ثانوي، جيت الاولى على مدرسه الحكيمي اللي في تعز، وبعدين درست ثالث ثانوي وجيت 92 معدلي، في كان يعني 92 بدون غش ولا حتى كلمة. لحظة نسأل خالتي هنا، نتأكد هي كانت فعلا انها تدرس. يا خالة كيف حالك؟ طب انا علشان بس نقرب شوية كذا وتقولي لنا، هي فعلا كانت ذكية ودرست وما غشت ونجحت زي ما تقول؟ لعيالي هي اذكى واحدة من العيل والبنت طبعا، وكانت تحب الدراسة قوي، وبس حرمة لما تزوجها، حرمة 12 سنة وإلا المفروض كانت تكمل، بس إحنا استعجلنا على الزواج. ليش يا خالة، ليش استعجلتم وزوجتوها بدري؟ مطموعة. ترويق 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 يا خالة ترويق. المهم كما رجعت كملت الدراسة حقي، وزوجي برضو ساعد، والفضل الله يعود الأول والأخير لزوجي أبو محمد. مهم يعني، والحمد لله مشيت أمورها ماشي الحال، وهي طموحي مستقبلي ومستقبل عيالي طبعا، تسعي بعد مستقبل، مش من النوع اللي يقص راقد. أيوة. كويس، وهذا اللي خلانا ان احنا اليوم ناخذها كحاله رئيسيه في حلقه اليوم. واثقين بثقه عمياء يعني، من رجال ومن بنات ومن اسره كامل واثقين فيه به، يعني مره ورجال. ايوه ما هيش مره ورجال، بس رجال حلو. انا امي قالت لي مره ورجال، شهات امي. طبعا امي انا اشكرها شكر جزيل، ما كملت تعليمي وفي تلك الفتره الا كانت امي معي في البيت، خلتها تجي عندي عشان تمسك اولادي شويه، حتى رغم اني كنت صدقي احط حاجه في الضغاطه بالصباح واخليها على بال من المحاضرات حقيقه الجامعه، وارجع وقد استوت. ايش درستي في الجامعه؟ قسم انجليزي، قسم انجليزي بكالوريوس تربيه، وكان الدخول صعب جدا لهذا المجال، كان يقول لك ضروري تحتاجي وساطه مش عارف ايش. كنت اقول ان ما عندي احد، غلط سبحانه وتعالى. دخلت وامتحنت امتحان القبول كان في كليه الاداب، والحمد لله جت في المرتبه السابعه بدون اي وساطه، وحتى ما درستش معاهد، بس الحمد لله. قلت لك شفتي، كان في عندي كتاب اسمه المشهد السامي، هو المتوفر معي. ايوه المتوفر معي، هو كنت اجلس اقرا تخيلي طول 11 سنه نقراه ما شاء الله عليك. فكان الامتحان حق القبول هو اساسا اشياء اساسيه، فقلت الحمد لله قلت متميزه جدا فيه، ودخلت اول مركز احس بالانصاف انه في حاجه بمجهودك انت بدون اي غش ودون اي وساطه بدون اي حاجه، ودخلت بكالوريوس انجليزي، وكنت متفوقه جدا مع الطلاب، وكان علاقتي بهم كبيره برغم انه كان الفرق بيني وبينهم تقريبا اكثر من 10 سنوات بين الطالبات وبيني، بس حاولت اتكيف معهم يعني. مثلا تيجي حد تقول لي شفتي المسلسل الفلاني، انا ضابح من روحي، بس ايوه المسلسل. لا احسك عن المسلسلات ولا أيوة، بس لا حاولت ادخل مع الطفل بعمره، الشاب بعمره، الشيبه بعمره، اتكيف مع جميع الأعمار والناس وحتى أنماطهم. أنا عندي قلب واسع وصبر، الحمد لله ربي رزقني، يعتبرني نعمة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. بس أي أم ما نسألها نقولها أنت فعلا عندك قلب واسع ومش عارفة إيش، لازم نتأكد من مين؟ من الأبناء، لأنه الأبناء هم أكثر شيء بيقول إذا كانت أمهم قلبها واسع ولا لا. كيف حالك محمد؟ الحمد لله بخير. محمد كلمنا على ماما فيروز، كب يا والله صعبة ما تطلعش مني. والله ما شاء الله أم متوفقة، ولا نرفخ نفتخر به، وصابرة وصامدة معنا، ونحن نفتخر في بيها كأم لنا، ومشاريع العملاقة تبني مشاريع من أشياء صغيرة بنات مشاريعها. الحمد لله ماشي بنفس الخطة طبعا، نفس واخذ منها نفس الفكرة. أيوة دحين أنا قلت استقل بنفسك يا ابني، أنا لك حاجة لك، ودحين هو عامل له وطلع اسمه جيمستون، الآن اسمه هذا التاجر الصغير جيمستون اليمن. مشاريع عملاقة صغيرة نبدأ فيها، وإن شاء الله نتطور مثل قد ودنا. طيب انت خلصت دراستك، بتدرس او ايش بتسوي؟ ايوه كملت ثالث ثانوي، قلت معدل 82 ما شاء الله، وان شاء الله السنه هذه نسجل جامعه محاسبه. ان
وإن شاء الله نتطور بالعمل ونتوسع. إيش كان شعورك لما الوالدة بتدرس وتجتهد وتشتغل وأنتم كمان بتدرسوا معها، يعني كيف كان التعاون؟ لحظة، أول شيء تعرفين أنت على اسمك؟ شوفوا عشان تخطف الكاميرا على طول دخلت. اسمك أنت؟ عندي فكرية أحمد. إيش بس تقريبي لها؟ أختها. أختها، طيب يا فكرية كلمي لي. أيوة طبعا يلا. طبعا هو كان هي تروح للجامعة ولو روح من مدرسته يروح يعمل الأكل لإخوانه يساعد له. أيوة كان يساعدهم. أيوة ما شاء الله ما شاء الله. هي كانت حين يعني لو مع مثلا محاضرة من حين أو يعني تمشي وهي. ما كنتش تساعديها تطبخي معها ولا كنت تنظفي معها أي حاجة؟ أنا كنت دائما أجي. خلديك الله بالله عليك. وتزوجتي كمان بدري يعني ما شاء الله كلكم حلوين. فخالتي أنت على طول ما قصرتيش. أكبر واحدة عمرها 15 سنة. يا خالة أي حد كان يقول لك يلا بناتك حلوات تعالي نتزوج تزوجهم تقول لهم يلا. لا والله أنا من النوع القديم من زمن طبعا زمن الإمامة. البنت إذا تزوجت سترة. البنت إذا تزوجت. كم تزوجتي يا خالة عمرك كم؟ لما أنا طفلة أصلا تزوجت من عمر 12. عشان كذا يعني التجربة اللي عاشتها الأم وتقريبا نجحت فيها رغم كل هالمعاناة، يعني كان عندها إحساس إنه برضو بناتها حينجحوا. صدقونا في الأول والأخير كل شيء عائد على إحساس المرأة وطبيعة تعاملها مع مجريات الواقع. في نساء بيتزوجوا أعمارهم كبيرة ومع ذلك للأسف بتكون في عندهم أخطاء كثيرة سواء في التعامل مع الزوج، الأسرة، البيت، العمل، التعليم، أشياء كثيرة. فنرجع للأخت وتحكي لنا كمان عن أختها عن فيروز وعنكي كمان. لا بس أنا عشت معه هن كان بسمع ما في الأنون يعني كنت دائما بالأسبوع لأسبوع روح ساعدة أحيان توقع عملته غدا أحيان يعني ابنك ما شاء الله هذا ابني آخر كم معكي؟ ستة ما شاء الله صلت على نبي. طيب وأنتي كمان أختها ولا إيش؟ أختها. أنتي أختها اسمك؟ ياسمين أحمد. ياسمين وأنتي كمان تزوجتي أنت صغيرة؟ زوجت 13 سنة. وأنتي كمان إيش بتقربي لها؟ بنت فيروز. طب خليك انت شويه احنا بنرجع لك بالحوار بعد ما نخلص بس مع فيروز. طيب فيروز كلمينا عن بدايه اتجاهك للعمل وايش الفكره اللي خلتك تواصلي دراستك وعرفناها، لكن اتجاهك للعمل لماذا تبدا المراه اليمنيه في اعداد مشاريع خاصه بها؟ برجع بس لريوس لورا شويه لما قلت لك اني كملت درست الجامعه وكملت قلت الرابعه من اول جامعه التعز الحمد لله مع مرتبه الشرف وبجهد جهيد يعني فكملتها على طول. كان حفل التخرج مثلا اليوم بعد بكره احنا في صنعاء طلعنا صنعاء على طول يعني من تعز الى صنعاء انتقلت حياه جديده معيشه جديده فكنت لازم اولادي كانت بنتي شيماء هذه في دخلتها على طول صيدله يعني واولادي فكان لازم نحن نحتاج ايش الماده طلع صنعاء هنا احاول ابحث عن عمل كان في عندي صعوبات انه كلهم شو خبره طب انا عندنا خريجه صح ومش بان علي قد كنت انا كبير مانيش صغيره يعني شكلي كاني قد عندي خبرات بس لسه عندني خبرات في الحياه ايوه بس كشهاد معتمده او شهاده خبره من اي مكان لسه عندنا خدقت جامعه فلاقت صعوبه لكن الحمد لله اشتغلت اول حاجه سكرتاريه في معهد ثم استاذه في معاهد ثم استاذه في طبعا ما طلعش الوظيفه الحكوميه حقي وبعد المدير ثم الحمد لله بقدرتي الى ان وصلت مديره المعهد. كيف كنتي ما شاء الله عليك رغم الاعمال هذه بتنسقي بين متطلبات الزوج ومتطلبات الاولاد ومتطلبات الاسره والعمل واهتماماتك بنفسك؟ قلت لك انا ما رجعت ادرس اساسا واخرج او افكر بنفسي وانني اخرج واعمل حاجه برضه مش بنفسي لاولادي بس الا قد عيالي كبار يعني اصغر واحد كان عمره قلت لك كان تمهيدي لما رجعت ادرس بس بعدين لما طلع صنعاء الان ابني الصغير عمره يمكن 17 سنه اصغر واحد الصغير محمد لا هذا الوسط شايفه اصغر وبعدين محمد احمد تعبان شوي رجله معوره شو في الف لا باس عليه الله يحفظك فلذلك انا كنت معتمد عليهم انهم قدام كبار ما فيش اطفال صغار تقيسي تبنيني وهذا فهمتي فخرجت ادور عن عمل والحمد لله انتقلت من اماكن اخرى بس كنت ظروف الحرب هذه شويه بتعكر علي لانه المؤسسه اللي انا اشتغل فيها بتحس بتواجه تحديات فتسكر بعض الاحيان او ما يستمروش فاروح انتقل الى مكان ثاني فبعدين شفت ان الموضوع نفس الشيء انا بطورهم يعني صدق انا المؤسسه اللي انا اشتغل فيها الحمد لله اي مكان لحد علاقتي مع مدرائي جيده جدا ما فيش مؤسسه خرجت منها ومديري ناقم علي ولا حاجه الحمد لله الكل يشكر فيني وعلاقتي بهم الى الان متطوره وانا اشكرهم جدا في دعمي بعد كذا فكرت قلت ليش انا دائما اشتغل مع الناس اشي حاجه لي انا ولاولادي حتى لو كان دخلها قليل ففكرت بحاجة بزنس والتجارة هي بركة بس إيش اللي يمكن أنا أشتغله ما فيش عندي ذاك رأس المال الكبير اللي يمكن أبدأ فيه ولا عندي حاجة فاستغلت حبي للأحجار الكريمة أنا أحبها جدا اللي في يديش دائما ألبسها
من طفولتي. تمام. وبعدين فكرت قلت طيب انا ايش ممكن يعني اشتغل؟ شفت على الاحقر صدق اسمي فيروز والاحقر بيدي والدنيا والدانية خلاص ايوه. فبديت اشتغل بحق الناس مع الناس مش معي يعني فهمتي، بحق الناس اروق لهم، لانه كنت انا مدمنة فيسبوك من الطراز الاول، ولكن وجهت ادمان هذا بشكل ايجابي ينفعني ينفع عيالي. استثمار وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا في هذه الاوقات بيأثر ايضا بشكل ايجابي احيانا على انه الانسان يروق للعمل اللي يقوم فيه. ايوه انا جدا اللي يقول الدعايه هي نصف التجاره يعني والربح. فالحمد لله اشتغلت بالموضوع ده وركزت عليه وخلاص، يعني حتى اني كنت ادرس في فترات قليله انه كان طلابي معتمدين عليه جدا مشون لانا، فكنت الاقي صعوبه اني بيقول فيروز تغيرت عين الاستاذه فيروز تغيرت، فكنت ارجع شويه للتدريس. بس بالفعل تعبت ان انا انسق بين التدريس وهذا. بنتي طبعا تزوجت الحمد لله، معها حياتها واستقرت. تزوجتي وعمرها كم؟ لا لا الحمد لله تزوجت عمرها 21 سنة. 21 سنة انت صار على العائلة، انت خرجتي على العائلة. طيب نشوف بنتي كيف حالي. الحمد لله رب العالمين. شعورك اول شيء وانت تزوجتي عمرك 21 سنة، فيما جدتك عمرها كان 11 مدري 12 وامك 13 وخالاتك لا لا انتصار يعتبر بالذات، لانه احنا عندنا اب العودين بنات خالي وبنات عمي كلهم قد تزوجوا الا اني، بالفضل كله عشان امي يعني عاشت معانا مش تكرر معانا مرة ثانية، وكانت برضو تشي تكمل الجامعة وبعد الجامعة بس يعني بسرعة نصيب سبحان الله. طيب حاليا انت خلصتي دراستك تعليمك؟ لا انا الان سنة رابعة صيدلة. ما شاء الله. وكيف توفقي بين عملك ودراستك؟ معي اكبر مثل امي، يعني اتعلم من امي كيف ما فعلت وكيف ما كنت انا عايشة الوضع نفسه، يعني نفس الشيء. بعضهم في ناس كمان يعني متعاون معي، برضو اخت زوجي وزوجي برضو متعاون، يعني الحمد لله رب العالمين. وهذا حفيد امي ما شاء الله. هذا الحفيد حفيد فيروز. بسم الله عليه ما شاء الله. بسم الله. ايش اسمه؟ منعس محمد كمان. الله يحملك ويا رب يعطي لك العافيه. شوف الكاميرا يا محمد. طيب فيروز كلمينا احيانا عن دعم الرجل او الزوج. في ازواج كثيرين بيدعموا المراه شريكه حياتهم، كانت خطيبتهم، كانت زوجتهم، كانت اختهم، اي حد يعني في العائله وبيدعموها، وهذا هو سبب نجاحها وتالقها. وفي رجال اخرين للاسف الشديد برضو نام، في رجال اخرين للاسف الشديد بتكون حياتهم يعني نوع من المعاناه والماساه، لانهم ما بيستوعبوش اهميه عمل المراه، لانه في نوع من النساء اما امراه انها تعمل عشان تثبت ذاتها او انها تعمل عشان تثبت ذاتها وكمان تكون سبب يعني تحسين موردها ودخلها مع افراد اسرتها. ففيروز كلمينا عن دعم الرجل ودوره في هذه الأمور. طبعاً دائماً نقول وراء كل رجل عظيم امرأة، وكمان المرأة العظيمة لازم يكون في دعم للرجل، بس العبرة في استمرار دعم الرجل، فهمتي؟ في استمرار هنا، هنا الجرح هنا صح صح يا خالة معي حق. لا لا شوفي انا ابو عيالي دعمني صدق في انه سمح لي اكمل دراستي. تمام كمل دراستي واكملها كل حاجه، رغم ان الان احنا انفصلنا، بس اظل ارجع يعني العرفان انه مش ممكن انسى جميله انه خلاني اكمل دراستي ودعمني نوعا ما، لكن في كاستمرار الحياه هو نصيب، لانه في اختلافات باشياء اخرى فهمتي في الحياه، ولكن لا انسى ابدا فضله. الان اخوتي اسرتي صح انهم كانوا شويه منتقدين انه تخرج المراه للعمل، شويه كانوا معترضين، ولكن ظروف الحياه الان اصبحت انه من ضروريات الحياه انه المراه تخرج تشتغل وتساعد الرجل في الحياه. ما ينفعش انت انكادر، يعني لازم الكل يتحرك، الكل من الصغير للكبير حتى تتعلم كل الناس يشتغلوا. فيعني الحمد لله ان شاء الله نستمر. شوفي النجاح ممكن واحد ينجح بحياته كثير، نحن ممكن ننجح نعمل حاجه وننجح، بس انك تستمر ناجحه هذا تشتي اجتهاد، اجتهاد متواصل ما يتوقفش، لانه حتى من قال انا قد نجحت فقد بدا يفشل. ما حد قد نجح يقول نجحت. فيروز انت وعائلتك الاكثر من جميله ورائعه، انا سعيده اني تشرفت بمعرفتكم، سعيده انه التقينا بشخصيات رائعه، واحنا جينا هدفا وراسا علشان فيروز، لكن انا نكتشف انه الام كمان هي مصدر هذا العطاء وهذا الجمال، الاولاد مصدر للتشجيع والاستمراريه. بس انا اسرتي هذول مش ممكن ابدا ابدا افلتهم لو ايش، واكثر جهدي وهذا كله عشان اخليهم يرتاحوا ولا يحتاجوا احد ولا يحسوا باي معاناه. ربنا يخليها لكم يا خالة يا رب، وكمان أنتم خواتها وبنتها وأولادها وكل أفراد عائلتها اللي مش موجودين معنا في هذا اللقاء لكن حيتابعوها على الشاشة. نحن نفتخر كثيرا بفيروز وبالعديد من النساء اليمنيات الرائعات اللي أثبتوا جدارتهم. خلونا مع بعض نروح الآن نشوف مشاريع فيروز ونتعرف عليها، فكونوا معنا. وزع
وزي ما خلصنا اللقاء الموجود في البيت انتقلنا مع فيروز لأول مشروع بدأت تشتغله في نطاق أعمالها الخاصة. مالك كذا مشنقل ونشوف شوفي لعند الكاميرا وتقول لنا عن أول مشروع يا فيروز وإيش المحتوى الموجود اللي هنا. طبعا أول مشروع لي هو هذا الفيروز الفضة العقيق سميته باسمي لأنه أول حاجة اسمي أنا فيروز، ثاني حاجة عشان الاسم نفسه فيروز هو حاجة من أحجار العقيق والأحجار الكريمة، لذلك أنا له علاقة بالعمل نفسه. طيب الفكرة من فين جت لك أول ما بدأت تشتغلي في هذا المجال؟ قلت لك هوايتي بهذا الشيء كانت هواية، ثم إن أنا قررت إن أنا أشتغل فيها وأخليها قدي مهنتي وعملي الرئيسي، ودرستها في هيئة المساحات الجيولوجية وأخذت شهادة معتمدة من الوزارة، وبعد ما اطلعت عليها وكعلم وكدراية عجبني الموضوع إن أنا أستمر فيها أكثر. المشروع الثاني مع فيروز الخاص بالبديكير والمناكير الخاص بالبنات، على أساس نحن مش بنات. مشروعي الثاني هو مشروع نيلز. نيلز معناه أظافر باللغة الإنجليزية. ما أنا؟ والله ولكن أنا شوفي بعد عناء عمل وتعب المرأة دائما تحتاج أنه تريح يداتها وتهتم بعناتها وبشرتها وتبعد الخلايا والجلد الميت، ويعني هذا الموضوع خلاني أفكر بهذا المشروع وسميته نيلز مانيكير وبديكير وهو العناية باليدين. وهذا المشروع الثالث لفيروز. مشروع إيش؟ الثالث مشروع حجاب الله. حجاب الله جماع بين، انا عجبني الاسم، انت لما تشوفي بيبي صغير ايش تقولي؟ يا حجاب الله يا حجاب الله بالصنعاني فبتقولي يا حجاب الله، لذلك انا دخلت مستلزمات الاطفال وملابس الاطفال عشان المشاهدين كمان يشوفوا. ايوه شوف يا شويه ابني ملابس الاطفال الصغيره والمواليد يعني مع مستلزماتهم من لوشنات وشامبو. خليكي كمان برضو تدخلي على هذه الفكره البيبي هتموت. فيروز نوعت في مشاريعها المختلفة، أنت كرجل من وجهة نظرك كيفية أدائها في هذا التنويع؟ والله يا الأخت فيروز من المختصر هي لؤلؤة لهذا المول، وهي من شجعنا وأتينا لهذا المول، احنا مستأجرين هنا جدد، وهي من أكثر من شجعتنا بكثرة تنوعاتها للمحلات حقها، واحنا نشجعها على هذا الشيء وهي إنسانة ناجحة ونشكرها جدا. طبعا الى المشروع الرابع فيروز، مشروع الايش؟ المعاوز صح؟ المعاوز، وسميته انا يمني لانه الاسم نفسه يوحي لك انه كل شيء موجود هنا يلبسه الرجل اليمني، وانا اهتميت بهذا الشيء ما دام البسها العقيقه اليمني خلاص لازم تلبسيها مثوب. ايوه فالشيلان حلو، كمان المعاوز هنا، المعاوز كمان البيضانيه اللحقيه، المعاوز بعدة أنواعها. طبعا هي إنسانة مكافحة، قدوة لكل امرأة منية تكافح دائما، وهي مثلنا هنا بالمول، مثلنا الأعلى بالمول. طبعا نحن هنا في المول عندنا أكبر قدوة نستفيد منها أمنا فيروز، لأنه ما شاء الله أخذت خبرة كبيرة خلت نحن كامل نتمنى نحن نكون مثله كقدوة كبيرة زيها إن شاء الله. انت كيف اشتغلتي كمان وبداتي فكرتك؟ انت برضو بتشتغلي، حديثين عن فكرتك يعني وليش اشتغلتي بهذه الظروف وايش الصعوبات اللي بتعاني؟ والله بهذه الظروف ضروري الواحد انه يعتمد على نفسه، كان حرمه ولا رجال، فان شاء الله نستفيد اكثر لانه الحرب هذا علمنا كيف الواحد يستفيد يعتمد على نفسه كثير، والمشاكل اللي بنحصلها شفتي مع ارتفاع الدولارات والانخفاض، مع ذلك ما شاء الله الحمد لله نحن مستمرين. زي ما شفنا وصلنا مع الجميلة فيروز إلى
رابع تقريبا مشروع او خامس مشروع او سادس مشروع. المشروع الكور هو كان سادس مشروع بمقارنه, بس في معي كان نسمه بيبي اللي هو الالعاب حولناه الى حجاب الله, اندمجناهم في مشروع واحد فصار هذا المشروع الخامس. المشروع الخامس كوافف سميت على اسمي اول حاجه. شوفي مش انه احب يعني ولا بس لا تحب اسمك تحب لا فيروز اسم كذا تحسوه انيق جمالي والله دلعنا. طيب فيروز فكرة الكوافير هذه كيف جت لك؟ شوفي قبلك على ما بدأت النسوان بنكافح بنشتغل بنتعب بنخرج بنعمل هن كلهن, أقل حاجة لنا فسحة, نحن نهتم بنفسنا نحس بارتفاع معنوياتنا لما تشوف واحدة نفسها حالية. فبالفعل بالفعل احنا محتاجين لقرعة جمال عشان نعيد من جديد الحماس ونستمر بعدين بالعمل والكفاح. إذن شكرا فيروز وشكرا للمشاهدين اللي كانوا معنا في هذه الفقرة من بين الناس فقط على قناة السعيدة. تابعونا فما زال في جعبتنا الكثير. الفقرة الثانية من برنامج بين الناس ما زلنا أيضا مع النساء المبدعات المعطاءات اللي كمان كانت لهم بصمة واضحة في هذا المجتمع واللي يحاولوا يتغلبوا على مختلف الظروف الصعبة علشان تكون أيامهم جميلة ورائعة وما يحتاجوش فيها للناس. بعض الأوقات للأسف في بعض الفتيات بتلاقي أنهم درسوا تخصصات كبيرة في الجامعة, الطب الهندسة التجارة واللي درسوا في الخارج واللي درسوا في جامعات قوية وكبيرة, ومع ذلك بتلاقيها منتظرة للوظيفة في البيت. لا خلصت اشتغلت تحتاج يا تتوظف مديرة يا لا. لكن معانا باش مهندستين هنا زي حلا وحنين كان لهم قصة وتجربة مختلفة تماما حنحاول نعرفها منهم. فتعرفين على اسمك حلا ولا حنين؟ معكم البش مهندسة حلا طارق الفقيه. البش مهندسة والشيف كمان حلا. طبعا في البداية نشكر استضافتكم الجميلة قناة السعيدة قناة كل اليمنيين ودعمكم الدائم للمشاريع الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة. يا حلو هذا واجبنا وإحنا سعداء ومتشرفين. طبعا الفكرة زي ما إحنا شايفين هنا أطباق شهية جدا من محشي ورق العنب. كيف إنه باش مهندستين درسوا هندسة ومع ذلك فتحوا لهم مشروع خاص لعمل محشي ورق العنب, صح يا حنين؟ أكيد صح. أولا أهلا وسهلا في بكم نورتونا, معكم البش مهندسة حنين والشيف حنين كمان حنين طارق الفقيه. طبعا بداية انطلاقنا من هذا المشروع هي كانت في البداية فكرة حلا, فتقول لي ايش رايك يا حنين نفتح مشروع ورق عنب مع حكم انه احنا يعني جالسين في البيت مش مشتغلين بمجالنا. خلصتوا دراسه الهندسه؟ خلصنا دراستنا. فكانت حنا طبعا اكبر مني سنا فهي مخلصه وجالسه في البيت, فقالت لي ايش رايك وكذا. قلت لها تمام عادي مش مشكله. فبدايه الانطلاق اجت من عند حاله فكرتها, وبعدين الدعم حصل من الوالدين ومن الأهل أكيد, والحمد لله يعني وصلنا لهذه المرحلة بفضل الله ثم الوالدين. طيب ليش اخترتوا فكرة محشي ورق العنب؟ ليش ما عملتمش أي فكرة ثانية مثلا؟ احنا حاولنا نختار حاجة البنات يحبوها, البنات مجنونين عليها, فمحشي ورق العنب يعني أغلب البنات يحبوا حاجة اسمها محشي ورق عنب, فهمتيني؟ فالواحد لما يفتح حاجة مش يكون يقلد ولا شيء, لا يفتكر حاجة فيشوف أيوة الوكنس اللي بالبنات إيش, فكانوا محشي ورق العنب, فضربنا ضرب القاضي وفتحنا إيش محشي ورق العنب. أيوة كويس جدا. ما فكرتوش تسووا مثلا محشي كوسة محشي؟ أنا جربت المحاشي هذيك وأسويها لكن محشي ورق العنب لا. فحابين اليوم نتعرف على الميزة اللي تميزكم أنتم في عمله باستثناء غيركم. شوفي كم محشي الكوسة ولا محشي الخضروات الأخرى حاجة سهلة أي بنت بتقدر تفعله, بس محشي ورق العنب انا قادر افتخر اني اعمل محشي. الحاجه اللي بحشي ورق العنب اول شيء يحتاج وقت, فاي بنت بتجي تفكر تعمله بتقول اوه يحتاج لي ساعتين ثلاث ساعات, اللف برضه فهمتي كم بجلس الف, عكس الخضروات بتغسليها بتخرج اللي داخل بتحشي وصلى الله وبارك. بس هنا لا يحتاج جهد يحتاج وقت فهمتيني. فيمكن البنات مش يمكن اكيد يتكاسلوا فهمتي, فيقول لك نطلبه احسن. فعشان كذا جاءت الفكره تماما انه اول شيء البنات يحبوه وغير كذا ساعات يكسلوا انه يعملوا انه, فالحمد لله توفقنا.
الحمد لله. بداية الفكرة لو تكلمينا يا حنين، أو تكلمي كمان المشاهدين، اقتنعتي بالفكرة، حبيتيها، كيف كانت نظرة الناس، نظرة المجتمع لكم أن أنتوا باش مهندسات وتخرجتوا من الجامعة ومع ذلك اشتغلتوا في محشي ورق العنب، وسبحان الله فترة قصيرة بس حصلوا على صيت كبير بدليل أن احنا موجودين معهم هنا. هي كانت صراحة للأمانة في البداية ما كنتش مقتنعة قناعة تامة، لأنني بديك الفترة كنت أشتغل مشروع التخرج، فكنت أقول لا 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 أنا مشغولة، لا 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 مستحيل، لا لا. بعدين اقتنعت، قلت إنه ليش، إنه فعلا إحنا بنات لازم نعتمد على أنفسنا، يعني مهما كان صح دعم الأب ولا دعم الأم ماديا ولا غير ماديا، بس إنه إحنا بنات لازم تكون لنا بصمة. فقلت لحالة أوكي خلاص تمام، فكنت أشتغل على مشروع التخرج وأشتغل على هذا المشروع، بس الحمد لله يعني مشينا مشينا. طبعا مش أنه واجهنا صعوبات في البداية ولا أنه انتقادات سلبية ولا شيء، فكنت أقول يعني هل الناس بيتقبلوا هذه الفكرة، أنه شفتي مش كثير هذا الموضوع، الأكلة موجودة يعني. فخلص قلت لحالة يلا خلاص بسوي صفحة بالفيس، وعلى هذه الصفحة بنسميها عوافي. طبعا جلسنا فترة نفكر بالاسم، نشتي اسم مميز، نشتي كذا. حلا اخترعت الاسم، قالت لي خلاص بيكون يا حنين عوافي. قلت لها خلاص يعني خلاص موافقها زي ما قلت، هي بتقول وانت تطبقي. اكيد اكيد هي الكبيرة وهي الاساس يعني. وبعد كذا خلاص فتحت الصفحة بالفيسبوك، كانت صفحة عوافي، شليت ودخلت جروب يمانيات ولا احلى. بداية فتحت نزلت المنشور، على أساس هذا المنشور كان يتضمن إنه في عندنا خدمة توصيل، نوع الحشوات اللي موجودة، أنواع الصوصات، كانت معنا السعر يعني سعر البوكس وكم عدد البوكس في حبات. فالبنات الحمد لله يعني كان في تفاعل جبار كبير كبير كبير، من لقيتي مرأة تدعم مرأة جدا يعني كبير، دعمونا بالدعوات، يعني ما طلبوش مننا كانوا يدعوا لنا، طلبوا في ناس، في ناس فعلا يعني نشروا المنشور، يعني حصلنا دعم كبير جدا منهم. وبعد كده خلاص الحمد لله بدنا نشتغل. كان في البداية سعر الطبق ب 800 ريال، بس مع ارتفاع شوية دولار طلعناه ل 900، دحين حاليا على الوقت 900 ريال. طيب انا اشوف انه نعم على اساس انه المية تفرق، 900 ريال ابدا ما تفرقش خالص. طيب كويس ما شاء الله. هم طبعا حنروح مع بعض حنشوف بعد كذا طريقة التحضير وطريقة عمل المحشي ورق العنب، بس هو في الاخير بيكون بهذا الشكل، انه محطوط في داخل البوكس، موجود في داخله كمان الصوص صح، وكمان اللفات والكروت هنا الداعية، ها، وزي ما قلتي ب 900. اشتي اوضحها، شوفي هذا البوكس يعتبر زي ما تقولي هديه مفاجاه من صديقه لصديقتها، فهمتي؟ يعني ممكن اصدقاء بيهدوا بعض. واشتغلنا على طلبيات كبيره كذا، حتى الناس من فرنسا يهدوا اهاليهم اللي هنا، اهالي خطيبهم، فهمتي؟ انا على فكره اللي اشتي يهديني ممكن يعني ما مش معترضه خالص. فهي أمس طلبت مني الكلام والكرت وأحضر له توصيل، وفهمتي؟ والعلبة الصغيرة هذيك إيش بتحطوا فيها؟ صوص. الحين هذه معانا الصوص. طبعاً عندنا الصوصات ثلاثة أنواع، البارد والوسط والحار، كل واحد على حسب تقبله للسبايسي. طيب الموجود هنا الوالد عمكم؟ هذا عمي. عميك. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. طيب لو سمحت بس تقرب كذا شوية فقط عشان حتى المايك بيوصل لعندك، وتقول لنا كيف كانت نظرتك وتشجيعك للبنات أول ما بدأوا في العمل في هذه المهنة. في بداية الأمر نرحب قناة سعيدة على استضافة المهندسة حلا طارق الفقي والمهندسة حنين طارق الفقي في وتشجيعهم على نحن نحب في بداية طرحهم لموضوع عمل مشروع، شجعناهم وأيدنا فكرتهم ودائما نحن نشجعهم على طول. هل في صعوبات معينة واجهتهم أثناء بداية عملهم لهذا المشروع؟ صعوبات بسيطة بس هم حاولوا يتجاوزوها ببساطة. مش دور الأهل تشجيعهم لبناتهم لخواتهم لزوجاتهم في العمل؟ في رجال أحيانا بيجي يعترض على خطيبته، على زوجته، على بنته، على أخته في أنها تشتغل، إيش دور الأهل في دعمهم لإثبات ذلك؟ ينبغي على كل أسرة أن تشجع، أن تعطي الفرصة لأبنائهم وبناتهم حتى يعطيهم الثقة في النفس وإثبات الذات. بس ينبغي. طب أنت بتشهد لهم أنه ذوق حلو ما شاء الله عليهم، وايش ودليل على كثرة الطلبات على ايش، على جودة المنتج. اسالك بوصفك عمام، هل هم مبدعين باكلات اخرى غير اكلات محشي العنب؟ اكيد. الزربيان، الحنيد، بقية الاطباق الاخرى. موافقات يا رب. هل عندكم
مشاريع مستقبلية في عملية توسيع مثلا مثل هذا المشروع أو إضافة بعض الأكلات؟ أكيد أكيد. الحين هنا في عملية البحث عن الطبق الثاني اللي بيجذب get attention from the girls، فهمتي؟ ففي عدة خيارات فدحين حنتناقش عليها إن شاء الله مع بداية السنة بينفتح الطبق الجديد. كتوسعة أكيد في توسعة بتكون، في بيكون إن شاء الله تعامل مع كافيهات إنه خلاص نقطة بيع هناك، وإذا ربي فتح علينا وينط بنفتح إيش مطعم إن شاء الله. طريقة وصول الناس لكم هنا للمنزل، هل بتذكروا لهم مثلا عنوان البيت أو هم بيعرفوا عن طريق صفحة خاصة؟ كيف بتسووا، كيف بتتعاملوا في استقبال الطلبات وتوصيلها؟ هو شوفي زي ما قلت لك إن من فتحنا الصفحة بالفيسبوك اسمها عوافي استقبلنا طلبات الرسائل حق البنات وكذا، فكانت لما خدمة التوصيل يعني توقفوا لي عند السفارة المصرية وإني أخرج أجيب لكم، تخرجي لهناك زي ما سويت معنا اليوم، وقفوا عندي أصلا دوشة لما يدخلوا للبيت وكذا، فهذه كانت عميك اللي بيخرج يجيبوه مش شرط عمي ساعة يعني عادي. فكان هذا يعني المكان، ولا إذا التوصيل يقولون فين المكان نحدد سعر التوصيل بكم وإحنا نوصل عندهم للبيت. طيب أنا شايفة هنا الآن أنتوا بتحطوها في هذه العلب، هل في العلب لها مقاسات مختلفة مثلا أو نفس المقاس أو في كل علبة بكم تحتوي؟ شوفي عندنا السبيشال أوردر وعندنا العادي، فهمتي؟ السبيشال أوردرز نيجي زي كذا الطبق عمرو لو بيركز معنا مثلا هنا على الصحن نفسه، هذا يعتبر ليش السبيشال أوردر؟ أيوة يكون يعني مضاف فيه اللي هو الرمان، الليمون الأصفر، الليمون الأخضر، إكسترا صوص، فهمتي؟ العادي دائما نجيب هذه البوكسات، طبعا السبيشال يكون مثلا 40 حبة 60 حبة وما إلى ذلك. العادي يجيب هذه البوكسات طبعا 10 حبات بالبوكس، فهمتيني؟ بس يجي الصوص والبطاط. السبيشال لا يكون فيه شغل أكثر، أيوة الديكوريشن حق الـ كمان الصحن المتعوب عليه يكون أكثر. أيوة طيب الكلمة اللي بتقوليها أنت لكل البنات اللي درسوا أو حتى ما درسوا ومع ذلك بينتظروا أن العمل يجي لهم أو حتى ما يحاولوش يستثمروا سبحان الله الموهبة اللي موجودة فيها، مش بتقولي لهم؟ يعني مهما كانت الظروف أو أنت حتى مثلا لو كنت كسلة يعني حاولي أنك تدخل النت تشوفي الحاجات الجديدة المبتكرة، تحاولي تطوري من نفسك، ما توقفش أنه لا بلادي كذا لا أنا بوقف، حاولي أنك تطوري من نفسك أكثر ما تقدري يعني، وبعدين الحياة ما بتوقفش على حد، إذا ما فشلت بحاجة بتنجحي بحاجة ثانية، وربي يوفق الجميع إن شاء الله. كمان كل بنت لازم يكون عندها استقلال مادي في الحياة مهما يكون الحالة المادية للوالد ولا الوالدة ولا أي، ولا أنت مسؤولة عن أسرة ولا شيء، لازم يكون عندك استقلال مادي في الحياة كذا، تستغل حسابك الخاص. أحيانا في ناس بيشتغلوا بس لحساب أشخاص آخرين وما بيأمنوش مستقبل، مش دائما، هي بالبداية بتكون كذا بس بعدين ما تنشهر كذا بتعرف كيف تفعل حساب خاص، بتعرف كيف تعتني بأسرته وكل شيء. هي البداية دائما صعبة، أي بداية دائما صعبة، بس بعدين لما تتجاوزي هذا الصعب كل شيء سهل، كل شيء يتسهل بإذن الله. احنا حنروح بعد شوية عشان تورونا طريقة عمل محشي العنب، بس لو تقولوا لنا الآن بطريقة بشكل سريع. الطريقة هي زي ما بنتكلم الآن، ورق عنب معلب معنا حشوتين دقة ورز أو رز لحاله، نفرد الورقة نحط عليها الحشوة وبعدين نلفها بطريقة يعني كويسة شامية على ما يقولوا يعني، وبعد كده خلاص نشل دست الضغط ونرص البطاط، وطبعا نرص البطاط علشان إنه إذا حرقت ما تحرقش الورقة نفسها فبتحرق بس البطاطا يعني، إذا يعني البطاطا الضحية ايوه بالضبط. بعدين خلاص نرصف الورق العنب بشكل منتظم، وبعد ما نخلص نحط فيه البطاط برضو كمان علشان لما ينتفخوا ما بتخرجش الحشوه يعني، بتكون مثبته على البطاط. طريقه الصوص بعد كده تسويها كيف؟ طبعا طريقه الصوص الكل يسالني هي طريقه الصوص، انا عندي صحبات بالسعوديه وبالامارات وعمان، فاخذت من كل بلد وصفه فجمعت، فأهم دائما ياكلوا ما ياكلوش بزيت الزيتون فياكلوا بالصوص، فتعلمت كيف تفعلوا الصوص هنا 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 هنا، فأخذت وطرحت مثلا أضيف الطماطم الصلصة الماجي دبس الرمان شوية خل البهارات، فهمتي؟ خاصة فيني، وبالأخير إنه أي واحدة ممكن أن يجيب الوصفة لأي واحدة، بس بالأخير هي نفس الوحدة في الطبخ، مش نكهة الطبخ نفسها، كل ما كانت المرأة عندها نفس في الطبخ بالضبط، ممكن أي وصفة تأخذ أي واحدة بس ممكن تطلع عندي
حلوة وعنده مش بنفس الحلاوة اللي عندي، فهي بالأخير النفس، فهمت؟ حلا 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 وحنين وعم حلا وعائلتهم الجميلة. احنا كنا سعداء في هذا اللقاء في مشروع خاص للعمل على مثل هكذا أكلات ووصفات خاصة. كلمتك الأخيرة يا حلا في هذا اللقاء. طبعا شكر كبير وعظيم لأبي طارق الفقي وماما هنا درهم، صحباتي يعني ايش اللي دعموني دعم كبير جدا، لما صريمي، ندى البرق، منار عزان، منار منير، كثير كثير مش انسيهم، لانه كان في فعلا دعم فظيع لهم كلهم، شكر كثير. والاهل، الاهل اللي ما قصروش معنا لحد الحين، وطبعا شكر عظيم لقناه السعيده. اكيد اكيد. الله يسعدك. كلمتك الاخيره يا حني. زي ما قالت حلا في البدايه، اشكر ابي طبعا، أشكر أمي لدعمهم دائما معنا ووقوفهم معنا، حتى لو واجهتنا صعوبات هم بيسهلوها لنا. أشكر كمان صحباتي دعموني بشكل كبير، وكذلك أشكر فيروز العاقل، هي طبعا كان لها دعم كبير بأنها تصور الطبق وتنشره كمان بمواهب يمنية، ولذلك كمان اشتهرنا بطريقة كويسة. كمان أشكر كمان المصورة دنا لحكيم، ساعدتنا، ولأول مرة كانت تصور الطلبية طبق أكل يعني، فصورته بشكل مبدع يعني جدا. يعني طبعا ما حد شكر عمهم، فانا اشكره بالنيابه عليهم. شكرا لوجودكم بيننا واستضافتكم الجميله ونورتونا في البيت، واشكر كمان عمي همدان. احنا سعداء جدا، وباذن الله حيكون لليمن دائما بصمه خاصه في المجال النسائي طالما ان هناك قصص نجاح مثل هكذا. تابعونا، فما زال لدينا الكثير بين الناس فقط على قناه السعيده. وسام القح، موظف حكومي. تكلمنا عن دور المرأة في عملها ودور الرجل في تشجيع المرأة في هذا العمل. يجب على الرجل أن يشجع المرأة بما تعطي جميع قوة، لأن المرأة تعتبر شريكة للرجل، والمرأة كانت في السابق يعني كانت مهضومة، في الوقت الراهن المرأة شريكة في كل شيء، في مجال الصحة، في مجال الصناعة، في مجال السياسة، في مجال كل شيء. نجعل المرأة أنها تكون شريكة مع الرجل، شريك حقيقي، وبالذات في اليمن. نحن في اليمن لا يجب أن تكون المرأة تمسك جميع المناصب، يعني معش مثل المستشارة الألمانية، المستشارة الألمانية تقود بلاد على ما هي ألمانيا، وتعتبر ألمانيا من الدول العظمى. نور عليك. إذا هي في اليمن إيش تمسك؟ يجب تكون رئيس الجمهورية. ليش؟ 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 مش بعيد، مش بعيد. حكمتنا بلقيس، حكمتنا أروى، والمرأة ليش ما تحكمناش؟ نحن الآن عشنا فترة طويلة ورجل الذي بيحكمنا دائما الرجل، ليش ما نغيرش نخلي المرأة تحكم؟ أنت من أي محافظة؟ محافظة الجوف. أقدر نقول أول واحد باللاقي يقول إنه يطالب إنه يكون للمرأة رئيس. يجب أن تكون، ليش ما نجربش يعني نجرب الشيء هذا؟ وأنا متأكد وواثق 100% إن إحنا بننجح. رين بالمعنى الفرنسي يعني ملكة الحوت، كان هذا هو عنوان المشروع أو المبادرة اللي حبت كل من هاتين الأختين حنين وآلاء إنهم يشتغلوا عليه، وهو مشروع التصوير، إنه المرأة بتشتغل كونها مصورة في هذا المجال بتقتنص اللحظات الجميلة واللمسات الأجمل من خلال اشتراكها في مجموعة كبيرة جدا من الأعمال، كان تصوير أعراس، تصوير حفلات ميلاد، تصوير مناظر طبيعية وأشياء أخرى. تجربة رائعة أيضا في حلقة اليوم في مجال عمل المرأة، فخلونا مع بعض نتعرف عليهم. سلام. سلام. آلاء القدسي. لا، وانتي؟ حنين القدس. من الكبيرة؟ واحدة منها. تختاري. طيب كلمونا على مشروعكم يا بنات، الفكرة من فين جت؟ كيف بدأتوا؟ هو في البداية أساساً أنا كنت أشتغل تصوير من قبل لحساب استوديوهات. الفكرة اللي خلتني يعني أبدأ أن أفكر لحساب يعني أبدأ مشروعي أنا الصغير أنا وأختي، أنه أول شيء تعبنا بالشغل الخارج يعني خارج الاستوديوهات، مش بهذاك التكلفة اللي تستحق التعب. من هنا بدأ، أول ما بدأنا نفكر من هذا السبب. طيب
انت شفتيها اشتغلت دخلتي معاها كذا على طول ولا كان لك راي في الفكره ولا كيف؟ بس حاولت تقربي شويه كمان عشان نقدر. اصلا انا وياها من البدايه مع بعض، دائما مع بعض مع بعض، واشتغلنا برضو انا وياها في الاستوديو مع بعض، حتى لما درسنا انا وياها مع بعض، وجانا مع بعض كمان. فلما جيت تفكر انه خلاص لا انا بفتح مشروعي الخاص، طبعا اكيد انا بكون معاها. مش ناوي تقولي لي يعني من الاكبر؟ انت شايفه مين الاكبر اللي بدات الفكره الاولى؟ مين عشان هي الاكبر بتكون اذا انت الاكبر. طيب بدايه عملكم في مجال التصوير، هل وجدتوا مثلا تشجيع من المجتمع اللي حواليكم من الاهل من الاصدقاء ولا لا؟ كان في امور صعبه تعرضتم لها؟ لا الحمد لله من الاهل، من ناحيه الاهل الحمد لله اخواتي كثير شجعوني لهذا الشيء، واولهم هي اختي برغم انها كانت في البدايه مش مقتنعه لكن في الاخير اقتنعت. كمان صديقاتي الحمد لله، اول يعني التشجيع الحلو انه من صديقاتي ان هم اول من كانوا يحجزوني، يعني هم اكثر من شجعوا مشروعي الحمد لله. شعورك وانت تشتغلي في هذا المجال مجال التصوير، وكمان ايش الاشياء اللي بتشتغلوا على تصويره؟ شوفي الشعور حلو جدا، خاصة ان تكوني حابة الشيء، لما تكوني حابة الشيء تحسي نفسك انك تبدعي فيه، صح تتعبي، تجيكي اشياء صعبة، تجيكي يعني خاصة بالاعراس تجيكي اشياء يعني منغصات كذا، بس لانك حابة المجال تحبيها جدا. الاشياء اللي نشتغل عليها طبعا احنا حاليا تصوير في الاعراس، بس ممكن شويه شويه نبدا بعدين بالحفلات التخرج، نبدا بالفلاشات، في اشياء يعني ممكن مجالات متعدده، بس احنا بدانا اول شيء الان بالاعراس حاليا. من الاعراس كمان كيف بتستطيعوا انكم تعملوا انفسكم دعايه؟ كيف الناس بيعرفوا انه معكم مشروع خاص وانتم بتشتغلوا فيه الخاص؟ بدايه انا اول ما بدانا بال يعني عشان الناس تعرفنا كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولو انه اغلب الحجوزات الحين اللي اخذها عباره عن صديقاتي صديقات اخواتي يعني المعارف، لانه في البدايه مش الكل بيثق فيكي الا المقربين، بس الحمد لله قد بدات تتوسع دائره شغلنا اكثر، وحتى اللي ما يعرفون الحين بداوا يتعرفوا علينا سواء من الاعراس اللي احنا اساسا حفلات الزفاف اللي نحضرها او من معارف صديقاتنا الحمد لله. حابين تفتحوا لكم محل خاص يكون فيكم يعني مستقبلا ولا الان، ولا ايش السبب اللي منعكم من فتح عمل خاص محل خاص؟ اكيد اننا نفكر ان نفتح محل خاص يعني لنا ونكبر مشروعنا اكثر، بس حاليا شويه يعني ما زلنا يعني مشروعنا الصغير، بس مع الايام ان شاء الله اكيد نحب ان نفتح. الان تقريبا لنا سنه ونص تقريبا بدانا. تغششك سنه ونص. هل واجهتي مثلا دعم من المرأة في نفس مجال العمل او ان المرأة بتنافس المرأة؟ لا من هذه الناحية يعني الحق المرأة تنافس المرأة، بالذات اللي يكون بنفس التخصص، تحسي انه يعني من ناحية منافسة مش حسد او حاقد، بس انه كل واحدة تحب انها تثبت انها تكون الافضل، فمن كذا البعض تلاقيه مش حابب يعطي خبرته لكل من جاء وسأله، او تحس انه في يعني منافسه قويه، حتى انه الاغلب اشوف بالنسبه للمصورات الاغلب صاروا يتحفظوا على المعلومات او كيف اشتهرت كيف بدات بدايتها، تتحفظ هذه المعلومات عشان ما تكون هي الافضل. كلمتكم الاخيره في هذا اللقاء الرائع والممتع لكل امراه بتشتغل وتثبت جدارتها ويسيبها من كلام الناس او احيانا المثبطين كان من الرجال او من النساء. اولا لا تيأس يعني بالذات البنات لا تيأس ابدا، بتلاقي احباطات كثير بتسمع كثير، لكن تظل تستمر بالشيء اللي هي حابه وتبدا مشروعها ولو كان بابسط التكاليف، تبداه وبتستمر مع الاستمرار اكيد بتنجح وبتكون مثل ما تتمنى هي. متك يا حني نفس الشيء يعني اذا كنت برضه نفسها كل شيء نفسها شفتي اخوها توأم. لا اذا كنت يعني قصدي اذا كنت حابه الشيء لا تيأسي ابدا مهما ما حاولوا يحبطوك او هذا صعب او لا المجتمع ما بيتقبلك، اهم شيء انت حابه الفكره وماشي عليها امشي عليها وحتستمري ما عليك. طبعا احنا سعداء جدا انه التقينا بشابتين رائعتين جميلتين كمان بيشتغلوا في هذا المجال، واي فتاتين بيشتغلوا في هذا المجال بيبعثوا روح التفاؤل والجمال في قلوب الاخرين. اتمنى لكم ان شاء الله حياه رائعه ونرجع لكم قد في معكم مثلا مشاريع كبيره وبعدين نعامل معامله على ملاقي. الله يحفظك ان شاء الله احنا سعيدين. شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب لو سمحتي بس تقربي كذا شوية، تعرفينا باسمك؟
أميمة. مرحبا يا أميمة، احنا شايفين هنا حاجات كويسة جدا وشغالة في مجال الأزياء الشعبية، وحلقتنا اليوم في بين الناس بنتكلم فيها عن النساء العاملات، فكلمينا عن عملك وطبيعته وأهم المميزات وأهم العوائق اللي واجهتي. والله احنا عملنا يرتكز اساسا على الازياء الشعبيه وتراثيه يعني اكثر شيء، كاكسسوارات برضو شغل يد، شنط شغل يد، معانا التراث القديم اللي هو المصر الصنعاني جبناه كمان. اكثر الميزه عندنا انه هذه الاشياء مش كانت قديمه والان رجعت بشكل احسن واحدث، نحاول نجمع الجديد مع القديم حتي يكون شيء جديد عصري. العوائق طبعا لانه انت بنت، فمجتمع شويه عنده عادات وتقاليد وكذا، فصعب ان احنا نفتح بسهوله، فكان عندي صعوبه في هذا الشيء من الاهل من الاقارب من الناس، من تحصلي شويه معارضه، بس الحمد لله. كيف استطعتي تجاوزتيها؟ كيف اقنعتي الاهل وكيف استطعتي ايضا اقناع المجتمع بعملك وانك حتستمري فيه رغم كل الظروف؟ طيب كل انسان له اراده، فلو كانت ما عنديش إرادة كنت بقتنع بكلامهم وأجلس في البيت، بس لا، شيء حلم إشي أحققه فضروري أسعى بعده. كم لك بتشتغلي في هذا المجال؟ تقريبا 3 سنين. أيوة. وناوية تطوريه إن شاء الله؟ إن شاء الله. اللي موجود معك هنا يا أميمة، بس لو تعطينا نظرة عامة عليه. في معنا اللي هو المصرات الصنعانية. أيوة. معي كمان اكسسوارات شعبيه اللي هو حريم السلطان. هذه تقريبا اشياء بترتدى هنا في صنعاء في فترات خاصه، صح؟ هذه في الزفاف تقريبا. ايوه، في يعني انا لما اظن انه الزفاف الصنعاني لازم تكون المراه لابسه زي كذا، صح؟ ايوه، في الزفاف الصنعاني ضروري. اي وحده قررت الزواج صنعاني لازم تركز على الاشياء هذه. صح ولا لا؟ اكيد. ايش كمان بيلبسوا في الزفاف الصنعاني؟ هذا بيلبسوا متى؟ يوم ايش؟ هذا يوم الذهب او يوم الزفاف نفسه، يوم الابيض تقريبا. بيقولوا تسريحه ماري انتوانيت، اسمع حاجه زي كذا، صح؟ هذاك التاج اليمني، هذه عادات حلوه اصلا، حتى اللبس يكون فيها جميل خاص في. اوكي، من فين انت بتحصلي على هذه الاشياء؟ احنا نشتغلهم، معنا عده نساء يشتغلوا هذا الشيء. ممتاز، وزي ما احنا شايفين حرف يدويه خاصه بتشتغل فيها المراه اليمنيه، وامراه بتشتغل وامراه بتصنع وامرأة بتبيع، فبتكون أشياء جميلة جدا. أعتقد كمان في أشياء خاصة في الوجه تقريبا بتلبس، صح ولا لا؟ على ما أظن إنه بتكون خاصة برضو أثناء الزفاف. هذا اللثام، هذا اللثامات برضو في يوم معين مثلا؟ يوم الغسل، يوم الحمام. فمصنوعات من نساء وتباع من قبل نساء، هذا شيء يجعلنا نفخر فيكم. أميمة احنا سعداء جدا ان احنا التقيناك اليوم، ونتمنى لك التوفيق والسعادة الدائمة يا رب، وجمال معروضاتك ان شاء الله تعطيكي زبائن اكثر ان شاء الله. اهلا وسهلا، شكرا لكم. كانت حلقة أكثر من رائعة، تعاملنا فيها مع مختلف التجارب اللي عاشتها المرأة اليمنية، واللي حاولت من خلالها أنها تخرج لسوق العمل في ظل الظروف الحالية وأنها تثبت جدارتها. وكانت حلقة أكثر من رائعة بدعم الرجل ومشاركته معنا هذا الدعم الخاص لهذه المرأة، فشكرا لكل من يحاول اجتياز الواقع بأمنيات ترسم الأمل دائما على وجوه الجميع. على أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة بنفس الموعد، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.